أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. نبدأها كالعادة بتحليل صورة السطل، حيث نلاحظ أن السماء نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلس بالجنوب الشرقي وتكون ضباب بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى للبلاد. بباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. غدا بحول الله بالمنطقة الشمالية يتوقع أن يكون الطقس حار بالشرق، ومع نزول تساقطات مطرية بالسهول الأطلسية الشمالية بمنطقة الريف السيس الأطلس المتوسط وكذلك بالشمال الشرقي، وتكون ضباب بالسهول الداخلية للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 4 درجات بكل من بولمان وكذلك بمدينة إفران، 12 درجة بمدينة تازة، 10 درجات بوجدة، 13 درجة ستسجل بكل من الحسيمة وكذلك بمدينة تطوان وبطنجة، 12 درجة بمدينة العرائش و11 درجة بالرباط. ودرجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين 20 درجة بوجدة و21 درجة ستسجل بمدينة الحسيمة بتطوان طنجة وكذلك بالعرائش وزن وتونات فاس وكذلك بمكناس وبمدينة الرباط. بالمنطقة الوسطى للبلاد نزول بعض الزخات المطرية الضعيفة التي قد تكون أحيانا عاصفية بالجنوب الشرقي للبلاد، مع تكون بعض الكتل من الضباب بالقرب من السهول الأطلسية الوسطى للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ستعادل 10 درجات ببني ملال، 13 درجة ستسجل بمدينة ورزات، و14 درجة بكل من مراكش تارودانت وأكادير. ودرجة حرارة النهار ستصل بإذن الله إلى 25 درجة بمدينة الراشدية، 26 درجة بأرفو، 28 درجة بزاقورة، 30 درجة بطاطا، 27 درجة بترودانت، 25 درجة بمدينة مراكش. بشمال الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بجل المناطق، ودرجات الحرارة ستتراوح ما بين 16 درجة بمدينة زاك، 15 درجة بسمرة بكرة، كذلك 16 درجة بقلت زمور وكذلك بمدينة بوجدور وبالعيون. ودرجات الحرارة العليا ستعادل 30 درجة ستسجل بكل من زاك وكذلك بقلت زمور، 23 درجة ببوجدور، 24 درجة بطنطان، 29 درجة بمدينة سمرة وكذلك ببكرة. بأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية مع طقس مستقر، درجات الحرارة ستتأرجح ما بين 17 درجة بمدينة الدخلة، 18 درجة بلقويرة، 21 درجة ببيانزران، و24 درجة بأوسرد. ودرجة حرارة النهار ستتراوح ما بين 35 درجة بأوسرد، 33 درجة ببيرنزران، 31 درجة بالقويرة، و23 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيصل إلى مترين وخمسين سنتيمتر، كذلك بالبوغة سيصل علو الموج إلى مترين وخمسين سنتيمتر. ما بين الصويرة وطنطان سيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان، بعلو سيصل إلى 4 أمتار. أما ببقي السواحل سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو 3 أمتار و50 سنتيمتر. المد بمدينة الرباط سيكون على الساعة بعد منتصف الليل ب 42 دقيقة، وعلى الساعة الواحدة بعد الزوال 20 دقيقة. والجزر سيكون في تمام الساعة 7 صباحا و6 دقائق، وفي تمام الساعة 7 مساء و24 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط سيكون على الساعة 7:33 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 7 مساء و36 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بحول الله يوم الأحد نزول زخات مطرية متفرقة بالشمال الشرقي للبلاد، مع الطقس نسبيا حار بأقصى الأقاليم الجنوبية وباقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى صافية. أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس وكذلك يوم الجمعة يتوقع نزول دائما زخات مطرية متفرقة بالشمال الشرقي للبلاد، مع السماء نسبيا غائمة بالأطلس وكذلك بالسفوح الشرقية للبلاد، ورفع كذلك بعض الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة ستعرف ارتفاعا طفيفا.